بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم تاني والحمد لله رب العالمين. هنبدأ نسترسل إن شاء الله مع أنوار وحي الله سبحانه وتعالى، أنوار الوحي الإلهي. في مقتضيات إحنا محتاجينها للدخول في هذه الأنوار، يعني مش بس يبقى معايا العلوم الكسبية وابتدي أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ده كل ده كويس، ولكن مطلوب ان انا عشان الوعاء يحتوي واقدر ادخل في النور، نور كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وانوار الوحي الالهي، اقدر استفيد بيها واحصلها وتبقى نور الله سبحانه وتعالى ولي الذين امنوا، الله سبحانه وتعالى يتولاني بهذا النور، لابد يكون متوافر فيها صفات معينه عشان ينفع يبقى في النور ده. زي الوعاء، وعاء مطرحه اي نوع من انواع الطعام، زي مثلا الارز، يعني حد وعاء مطرحه ارز ومعايا حاجة زي شربات، عايز احط شربات في الوعاء ده، لازم اعمل في الوعاء ده ايه؟ اقوم بتنظيفه من الايه، من مكان الارز اللي كان موجود فيه او اي اكل اخر، عشان احط فيه شوية شربات، او لو هحط فيه شوية لبن، او لو هحط فيه مية اشرب فيه، ما ينفعش يكون فيه ايه مكانه وكذا. فلابد من تنظيف الايه، من تنظيف الوعاء. كذلك القلب، القلب عشان يبقى جاهز لاستقبال النور لابد ان يكون فيه صفات، انه يكون ايه، جاهز لاستقبال هذا النور ومهيئ ومعد. الا من اتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب هنروح لربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم إمتى؟ لما نبقى نروح في يوم القيامة، ولا يبقى قلبي سليم من دلوقتي؟ يبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا اللي قلبه سليم وفضل سليم لحد ما راح لله سبحانه وتعالى به سليم. يبقى اللي قلبه سليم وحافظ على قلبه سليم وفضل قلبه سليم من الأمراض، الحقد والغل والحسد والغيرة اللي هي الغير محمودة وغير ذلك من الأمور التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى، حافظ على هذا القلب السليم حتى أتى الله، راح لله سبحانه وتعالى بقلب سليم، فهو ده اللي إيه، اللي هينتفع بهذه الأنوار. زي الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه إن ده من أهل الجنة، الرجل ده إيه، بينام ما فيش في قلبه أي غل أو حقد أو لأي حد، بيتمنى الخير لكل خلق الله. طيب نتحصل على الحكاية ازاي؟ يعني ازاي الموضوع دوت يبقى متواجد فينا؟ ازاي قلوبنا تبقى مهيئة لاستقبال انوار الله سبحانه وتعالى؟ دي لها مقتضيات. في حاجة اسمها الاخلاق، الاخلاق النبوية، لابد ان نتخلق بالاخلاق النبوية، نكافح ونناضل ونستعين بالله سبحانه وتعالى لنتخلق بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قد ما هتوصل من كفاح واستمرار ومجاهدة لمستوى من أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، على قد ما هتبقى جاهز لاستقبال الايه، لاستقبال النور. ففي حاجة اسمها أخلاق الهداية على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيس نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم. دي 7 درجات. أول درجة بشوف العيوب، المقياس بتاع مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانش بيعملها ومنع انها تتعمل، وانا مش عارف انا ده اسمه عيب. طيب ايه الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر ان احنا نعملها وهو كان بيعملها وانا مش عارف اعملها؟ ده اسمه مميزات. فازاي اشوف العيوب والمميزات؟ اذا حاجة الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي امر ان احنا نعمله والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وقال نعملها وانا مقصر فيها، يبقى ده عيب فيا. فابتدي اشوف العيوب ده، ابتدي اصلح هذا الايه، هذا العيب، واجتهد في ان انا اقوم بما امرني الله سبحانه وتعالى به. طب النبي نهى عن حاجه، قال لي ابعد عن ديت، وبرضو اجتهد في ان انا ايه، ابعد عن الحكايه دي. فالحكايه ديت 7 مقتضيات. اول حاجه اصلاح العيوب، ان انا اي حاجه عيب فيا بالمقياس الاساسي اللي الله سبحانه وتعالى بعته لي وبعته لكل الخلق، اللي هو ايه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هو اسوتي الحسنه. عشان ايه؟ عشان اول حاجه تتصلح العيوب، ابقى ماشي مستقيم، ما ابقاش ماشي ايه، ما انه ده اسمه الطريق، الطريق
إلى الله سبحانه وتعالى. أحبابنا كده اللي طلبوا الله يعني يعفو عنا وعنهم ويكرمنا ويكرمهم ويجعلنا وإياهم كما يحب ويرضى وينفعنا جميعا، ينفعنا جميعا بالخير في الدنيا والآخرة. طيب مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى إيه؟ يبقى المقياس مين؟ القدوة مين؟ الإمام مين؟ اللي قدام الجميع إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي قدامنا، هو ده المقياس. يبقى قيس نفسي، العيوب أشيلها فين؟ أشيلها إزاي؟ أشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه الحاجة اللي كان بيعملها وأنا مش عارف أعملها، إيه الحاجة اللي هو أمر بيها وأنا مش قادر إيه؟ أشوف العيوب. الحاجة التانية أشوف المميزات، إيه الحاجة اللي مميزة في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مأمور إن أنا أقلده فيها، وأبتدي إيه؟ أشوف نفسي، الحاجة دي أنا بعملها، يبقى المميزات دي كويس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الفجر، أنا بصلي الفجر، الله، بصلي الفجر في جماعة، يبقى ده مميز، أحافظ على دي، أمسك في دي، ما سيبش صلاة الفجر، ما سيبش صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم في يبقى الحاجة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها، والله من عليا بيها، ومن على أي حد من خلق الله سبحانه وتعالى واللي آمنوا بالله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله وعبد الله ورسوله، والله من عليه بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، دي اسمها مميزات، دي اسمها ميزة، أمسك في الميزة دي، أحافظ عليها، أزودها، يبقى أتخلص من العيوب بالمقياس، نفس المقياس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أتخلص من العيوب وأتمسك بالإيه؟ بالمميزات، وأحاول إيه؟ أستزيد من هذه المميزات. طيب إيه العوائق اللي ممكن تعوق إن نمشي في السكة دي؟ الدنيا. إيه ليه؟ العوائق اللي ممكن تكون عائق في إن أنا يعني خلاص أنا عايز فعلاً أعمل زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز أمتنع عن الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتنع عنها. طيب هاجي أعمل كده، أبص ألاقي إيه؟ عندي متطلبات الدنيا، أكل وشرب وحاجات، وهاجي لو تاجر و و و طيب العائق ده اتخطاه ازاي؟ فلا اقتحم العقبه، يبقى لازم اتعلم الزهد في الدنيا، اتعلم الزهد في الدنيا، اخد بالي ان الدنيا ديت ما هي الا مكان، ليس مكان للاستقرار ولكنه مكان للاختبار، يبقى اتعلم الزهد في الدنيا ودروس الزهد العمليه والنظريه، يبقى لابد ان اتحصل على الزهد، وما بقاش حافظ دروس الزهد، ما بقاش عارف المعلومات بتاعت الزهد وآيات لا، أبقى زاهد حقيقي في الدنيا. والزاهد في الدنيا هو الذي يكون عنده الدنيا ويستخدمها فيما يحب الله ويرضى، يعني بكافح وبجتهد وحصل الدنيا عشان ايه؟ استخدمها، لان هو ده النجاح في الاختبار. يبقى هو ده معنى الزهد، ان اجتهد واكون ويكون عندي الدنيا بالحلال كما يحب الله وايه ويرضى، واستخدمها ومتستخدمنيش هي وتعطلني هي، لان عايز امشي في الطريق، عايز ابقى ماشي ورا القدوه، ماشي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ادخل في نور الله سبحانه وتعالى، عايز ابقى في النور، مش عايز ابقى في الظلم. الله ولي الذين امنوا يخرجوا من الظلمات الى النور، عايز اخش في الاخلاص، ابقى من المخلصين لله سبحانه وتعالى، فلا بد ابقى من المخلصين الاول. طب عشان ابقى من المخلصين عايز ابقى مجاهد، اتعب شويه. طيب الموضوع ده مش يعني الكلام كلام لكن التنفيذ، يعني مثلا واحد جه بعد العصر وراح حالف على سلعه، وهي السلعه دي عارف ان هي سلعه مش ولا بد ويحلف عليها، او واحد يعني الحاجات اللي هي ايه، ما بنحبش نقول اللي ايه الاشياء العيوب عشان ما تنتشرش، يعني دايما نتكلم في الحاجات اللي ايه الكويسه، ولكن احنا بنحاول نوضح يعني اي شيء هياخدني من الله سبحانه وتعالى، لا ابتدي بقى ايه، يبقى انا كده بدات الحرب مع النفس اللي هو الجهاد الاكبر، ان النفس دي تبقى خالصه لله سبحانه وتعالى، ابقى من المخلصين، فلما ابقى من المخلصين الله سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يستخلصني، اللي هو اللي احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت الاستخلاص، يستخلصني فاكون من المخلصين، يعني من الناس اللي ايه المخلصين. فاذا كنت من المخلصين او اصبحت من المخلصين، ابقى مهيئ لاستقبال النور، ابقى مهيئ لايه؟ لاستقبال نور الله سبحانه وتعالى. فالله يجعلني نور، الله يجعلني نور يمشي بين الناس، يعني ما هو الانسان المؤمن ده كده نور يمشي بين، حتى يوم القيامه لما يكون ماشي على الصراط كده جهنم تقول له ايها المؤمن عد بسرعه، يعني معنى الحديث
عدي بسرعة عشان نورك ما يطفيش النار اللي يعني نور نور ده حد يعني معاه نور الله، ونور الله لا يؤتى لإيه؟ مش لأي حد كده. فليها إيه؟ ليها مقتضيات، يبقى إصلاح العيوب، استكمال المميزات، والزهد في الدنيا حتى لا يكون عائق في الطريق، والالتزام بالشرع. طيب كده انا جاهز لاني التزم بالشرع. طب الالتزام بالشرع لازم اعرف بقى الحاجات اللي هو الشرع اللي احنا قلناها في الايه في الحلقه اللي فاتت، اقرا القران والكتب السته وحفظ القران والكتب اللي هي الامور الايه الشرعيه لحد الحكمه، اللي هم السبع حاجات: قراءه القران والكتب السته، حفظ القران والكتب السته، دراسه علم التجويد ومصطلح الحديث، دراسه علم اصول الفقه، دراسه علم التجويد ومصطلح الحديث، خلاص، دراسه علم اصول الفقه وعلوم اللغه وعلوم القران، دراسه التفسير والتاريخ الاسلامي. هقولهم تاني من الاول كده بالراحه عشان في ناس طلبت قالت لي ايه معلش قولهم لنا تاني. طيب ترتيب معرفه علوم الشرع، ترتيب معرفه علوم الشرع يبدا اولا بقراءه القران والكتب الست قراءه صحيحه، وحفظ القران والكتب الست حفظ جيد صحيح. تمام، التفاصيل قلناها في الحلقه اللي فاتت ليه وايش معنى الكتب السته والكلام ده كله. نمرة ثلاثة، بدرس علم التجويد اللي هو مختص بالقرآن اللي هي القراءات وما إلى ذلك، طبعا عن طريق شيخ ومعلم يكون مجاز وخلافه. يبقى دراسة التجويد ومصطلح الحديث، مصطلح الحديث عشان أبقى عارف درجة الحديث، الحديث الصحيح، الحديث ده جاي من أنهي طريق، ومصطلح الحديث أبقى عارف كلام النبي صلى الله عليه وسلم درجته فين عشان أقدر أمشي في طريق العلوم الشرعية بشكل صحيح. بعد كده بدرس علم اصول الفقه وعلوم القران وعلوم اللغه، وبعد كده دراسه التفسير والتاريخ الاسلامي، دي نمره خمسه. نمره سته بدرس الفقه. نمره سبعه دراسه الحكمه ودقائق العلوم، دي كده اسمها العلوم الشرعيه. الكلام ده لما بدرسه باجي بقى ايه عايز اخش في الحاجه اللي بعد الحكمه، بخش في موضوع الاخلاق ده، يعني بعد الحكمة يعني خلاص الأمور والحكمة كده، فأنا عايز أبقى من أولياء الله سبحانه وتعالى، يعني كل من هو مخلوق يعني يجتهد في الدين إنه يبقى في أعلى الدرجات، يبقى في أعلى المرات، فأنا حابب أبقى إيه من أولياء الله سبحانه وتعالى، أو حابة تبقى كذا. طيب اللي حابب يبقى من أولياء الله سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ يبتدي بقى إيه؟ يمشي في حكاية الأخلاق والهداية اللي هي اللي احنا ماشيين فيها، هم برضه سبع حاجات: اخلاق الهدايه على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التخلص من العيوب، استكمال المميزات، الزهد في الدنيا، العمل بالشرع، وقلنا العمل بالشرع لابد ليه من العلم بالشرع نفسه، والعلم بالشرع اللي هي السبع مراحل اللي قلناهم في الحلقه اللي فاتت، يبقى العمل بالايه؟ بالشرع قدر المستطاع. حط جنب كل بند قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عشان ما حدش يسمع ده كله يقول يعني انا كل حاجه تتعلمها وكل ده هنمشي فيه بالراحه خالص، يعني مش هقول لك اعمل كل ده، لا لا بتمشي بالراحه خالص وعلى قدر ما الله سبحانه وتعالى يرى فيك من الاخلاص، على قدر ما الله سبحانه وتعالى يعطيك، وعلى قدر ما يرى الله سبحانه وتعالى فيك من الصدق، على قدر ما الله سبحانه وتعالى يعطيك، والله يعطيك على قدره هو وليس على قدرنا ايه نحن. يبقى رابع حاجه العمل بالايه؟ بالشرع. خامس حاجة الإخلاص، إن كل ده يبقى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، مرضات الله عز وجل، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ما تنتظرش من غير الله شيء، لا ترى ولا تسمع ولا صلاتي ونسكي ومحياي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاحنا كلنا مأمورين بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن احنا نبقى عايشين مخلصين لله حتى يستخلصنا الله، ونكون مخلصين له سبحانه وتعالى، نكون عباد ربانيين لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هنا انا يعني جامع كل الحاجات اللي مطلوبه دي في دعاء، ولكن هنشرحها الاول وبعدين ايه نقولها ال بعد كده.
نمرة 6 الاستقامة، بعد الإخلاص الاستقامة على ذلك، إن أنا ما أمشيش يوم ويوم أو يوم لا وأرجع تاني، لا لا أستقيم على إيه؟ على هذا الإيه؟ على هذا النحو، أستقيم في السير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فاستقيم على إيه؟ على ذلك، الاستقامة في الطريق. الاستقامة على إيه؟ الاستقامة على كل حاجة تقربني من الله سبحانه وتعالى، والبعد عن كل حاجة هتكون سبب في بعد عن الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ يبقى الاستقامة دي نمرة كام؟ نمرة 6. احنا بنحط كده بنود عشان نبقى عارفين، لا هو ده بقى التعليم، الطريق ده علم، العلم الإله ده علم، أنوار الله ده علم، الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء. فاحنا هنا بإيه؟ الله سبحانه بيديلك بقى إمكانية إن أنت تقدر تاخد العلم ده، تبتدي بقى الله سبحانه وتعالى يفتح عليك إزاي تقدر إيه؟ تكتبه وهكذا. فنمرة 6 هنا إيه؟ الاستقامة على هذا الإيه؟ السلوك اللي اتفقنا عليه. يبقى إصلاح العيوب، بعد كده المميزات، استكمال المميزات، الزهد في الدنيا، العمل بالشرع، الإخلاص، الاستقامة على كل ما يقربني إلى الله أفعله، والبعد عن كل ما يصرفني عن الله. يبقى الاستقامة في النهج في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نمرة 7 الرحمة بنفسك والآخرين. يبقى قلبك يتسع لكل خلق الله، ويتسع لنفسك الأول، يعني تكون رحمة لنفسك والآخرين، امتداد لرحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كده حضرتك تبقى ابتديت تتهيأ كده، الوعاء كده ايه؟ ابتدى ايه؟ يبقى جاهز كده، معذرة يعني، يبقى ايه؟ يبقى مقدس، يبقى نظيف. مقدس يعني نظيف، يعني ايه؟ النظافة الإلهية، يعني مقدس. يعني ايه مقدس؟ يعني جاهز لاستقبال قدسية كلام الله سبحانه وتعالى اللي هو نور الله سبحانه وتعالى. ساعتها هيبقى لابد لك من سلاحك لتدافع به عن نفسك وتحارب نفسك. يبقى تدافع عن روحك وتحارب نفسك. يبقى انت كده في المرحلة دي، انت كده خلاص نويت بقى والزهد ووصلت المرحلة دي. طب انا بقى ايه؟ ناوي امشي في الطريق. فهتلاقي اول حد بيحاربك بقى بعد ده كله مين؟ النفس. وبعد النفس الشيطان، وبعد الشيطان شيطان الإنس، وعوائق. طيب السلاح المضاد لمحاربة، أنا كده الروح عايزة إيه؟ عايزة تعلى، زي ما بقول الروح كده عايزة تروح تستقبل، عايزة تعمل كده إيه؟ يعني تلتقي بالنور، يعني خلاص حبت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعايزة تروح بقى مع سيدنا النبي فوق كده، ويفوق بقى، يفوق، يبقى عبد كده لله سبحانه وتعالى، عبد رباني لله سبحانه وتعالى. تيجي النفس تقول له تعالى انت رايح فين؟ تعالى خليك تحت هنا، انزل الاكل الشرب العيشه الدنيا. طب السلاح، اول يبقى انا لازم مطلوب لي 7 حاجات ادافع بيهم عن روحي ضد نفسي. الكلام ده انا عارف ان الكلام يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى يفهمنا جميعا. يبقى انا كده الروح عايزه ايه؟ تطلع. النفس عايزه تعمل ايه؟ طيب انا عشان اقدر اواجه النفس وادافع عن نفسي، ادافع عن روحي، معذره، ادافع عن روحي ضد النفس او ضد شهوات النفس، عشان النفس دي تترقى. النفس ايه؟ تترقى. طيب هنعمل ايه؟ محتاج 7 حاجات. اول حاجه الصبر. اول حاجه الايه؟ الصبر. النصر مع الصبر. انت في حرب وانا في حرب وكلنا في حرب. اول حرب مع النفس، يبقى محتاج السلاح ده. اول حاجه عشان اقدر احارب والله سبحانه وتعالى ينصرني، لابد من الصبر. لابد من ايه؟ النصر مع الصبر، وبشر الصابرين. يبقى انا محتاج السلاح اللي بيه اقدر ادافع عن روحي عشان ارتقي ضد نفسي. يبقى محتاج الصبر. الصبر بأنواعه، الصبر على طاعة الله، الصبر عن البعد عن معصية الله، والصبر على الناس. 3 أنواع الصبر، وكزم الغيظ والحلم والعفو
والإحسان، والإحسان للمسيء ومعاملة المسيء كأنه ولي حميم. 7 حاجات: الصبر بأنواعه وكظم الغيظ، كل واحدة من دول بأنواعها، وكل واحدة من دول يعني مع الوقت بإذن الله ومع التدريب بإذن الله ربنا يوفقنا ويكرمنا جميعا. معلش احنا كده ايه، نمشي مع بعض سنة سنة بالراحة خالص. الصبر، كظم الغيظ، الحلم، العفو، الإحسان، الإحسان للمسيء، معاملة المسيء كأنه ولي حميم. 7 حاجات دول هم دول سلاحي ضد مين؟ ضد النفس والشيطان والهوى في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني واحد هيجي مثلا يروح مثلا غلطان في دول ده، وده اللي بقى هيقابلك بقى ايه يعني، اللي يتريق واللي زي سيدنا نوح وزي الانبياء. ما انت بقى مشيت بقى، ما انت خدت نفس الطريق، انت 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 رايح فين؟ هو انت انت ده انت ماشي في سكه ال انت ماشي في سكه النبي، اهلا وسهلا. النبي بقى والاخره وكده، فالف من انت رايح فين، انت جاي منين، تعال. اللي متعودين عليك بهيئه معينه وانت رايح كده منهم، انت كده ومش هيقول لك، ولكن هيحاربك الا ان يهديه الله. ما هو انت بقى حاجه من اتنين، يا اما حد هيمشي معاك في الطريق، يا اما حد هيبقى ضدك. مفيش حد هيسيبك يعني، انت نفسها تبتدي تعلن عليك الايه، الحرب، لحد ما تستجيب. فلما نفسك تستجيب وتهتدي بقى، والنفس دي بقى انواع بقى ودرجات مع الشغل ده بقى كده، تبتدي النفس ترقى في النفس الزاكيه والنفس المرضيه والنفس الراضيه والمرضيه والرحمانيه، وانت ماشي بقى رضي الله عنهم ورضوا عن. عايزين نوصل بقى احنا ايه، رضي الله عنهم ورضوا عن. يا ايتها النفس المطمئنه، طب في النفس اللوامه، في مع الشغل بقى، كل ما تشتغل وتدافع عن روحك وروحك تعلى، النفس بتعلى معاك، تبتدي النفس ايه تعلى معاك، من نفس كانت والعياذ بالله خطاها او كانت نفس بعيده عن الله، الى نفس قريبه من الله، الى نفس طائعه لله سبحانه وتعالى، الى نفس لوامه. لا اقسم بالنفس اللوامه، يعني الله سبحانه وتعالى اقسم بالنفس اللوامه، او كما قال الله سبحانه وتعالى، وهكذا بقى. وانت ايه، وانت طالع بقى، لان الطريق الى الله طريق صعود، طريق ايه، صعود. فكل ما تطلع خطوه تحمد الله سبحانه وتعالى، تستغفر الله سبحانه وتعالى، وتسال الله سبحانه وتعالى ان يتم لك الايه، الخير. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاعمال بالخواتيم، يعني اخر درجه انت ايه وصلت لها. حتى الجنة يقال أن الجنة إيه؟ كما ورد أن الجنة درجات، وأن على حسب آيات، الآيات اللي هي إيه بقى؟ ما هو كل آية بتطلعك في درجة معينة من نور الله سبحانه وتعالى، ما هو نور، اللي مبعود ده نور، فالنور ده درجات، فأنت على قد ما بتطلع من درجة مع كل آية من آيات الله بتطلع درجة، ده موضوع كبير. يعني الآية دي أنا فين؟ الآية دي حبيبتي؟ بقولها وبعمل بيها وعارفاني وعارفها وخدام حروف الآية ديت من ملائكة وخلق لا يعلمهم إلا الله، عارفني وعارفهم، وفي كده ما يعني الدنيا دنيتي فين مع الآية دي؟ فهالآية دي حباني، فأجي يوم القيامة تلاقي الآية ديت معايا، والقرآن بقى يبتدي إيه يقول لا ده تبعي، ودنيا قصة حكاية تانية خالص. أنت مع الله سبحانه وتعالى يعني في حتة تانية خالص، غير اللي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ربنا ايه يكرم. فكل آية المؤمن يقراها يطلع درجة، يطلع درجة وهكذا. فالدرجات دي انت بتحصلها فين؟ مش بتحصلها في الآخر، ده انت في الآخر دي النتيجة، ده الشغل اللي هنا اللي تم هنا، الشغل اللي تم هنا تبتدي بقى تاخد النتيجة ايه هنا. ما هنا دار عمل، هنا دار عمل بدون ايه، بدون حساب، والآخرة دار حساب بلا ايه، بلا عمل. وهناك من يعجل الله سبحانه وتعالى له العقوبة في الدنيا على حسب الإجرام، رحمة بغير من، وهكذا أمور الله سبحانه وتعالى يدير كونه كما شاء. اللي يهمنا في هذه الدروس زي ما أحببنا كده ربنا سبحانه وتعالى يبارك فينا وفيهم يا رب، يعني ويجازيهم خير ويجازينا خير. اللي يهمنا أن احنا نمشي في طريق العلم والنور كما يحب الله ورده. فاحنا جمعنا في دعاء المقتضيات، الحاجات اللي احنا محتاجينها
في السير في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. على هي الدعاء بصيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول الدعاء ده مع بعض، وعايزين نحفظه مع بعض ونعمل بيه ونتقنه جدا. كل حلقه هنبتدي بيه ونختم بيه، بحيث انه يبقى هو ده الايه سمع. زي امر الشغل كده لما بنقوله في الايه في كل الامور، لما بنبتدي اي حلقه كده تعليميه في الحلقات التانية بنبتدي بايه بامر الشغل، اللي هو الامر العام، اللي هو ايه الامور العامه. هنا بقى احنا داخلين في علم خاص وعايزين نتعلم اشياء معينه، فجمعناها برضو في دعاء بالصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. هنقول الدعاء ده مع بعض، نبدا بالفتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط معذره صراط اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. هنقول الفتحه مره ثانيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه معرفه حقوقنا والمطالبه بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه معرفه حقوق الاخرين عندنا وادائها اليهم كامله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الاستقامه على كل ما يقربنا اليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الاعانه على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه ان توسع قلوبنا بالرحمه لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الصبر على طاعه اوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الاحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه الاحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه معامله المسيء كانه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه قراءه القران الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه حفظ القران الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه معرفه تجويد القران ومعرفه علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه معرفه علم اصول الفقه وعلوم اللغه العربيه وعلوم القران الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ووفقنا الى حقيقه معرفه تفسير القران ومعرفه تاريخ الاسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد،
ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلني وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ده الدعاء ده بعد كده إن شاء الله نبدأ بيه، لأن ده المنهج، ده المنهج اللي احنا محتاجينه للسير في أنوار الإيه؟ أنوار الوحي الإلهي اللي ننتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا كده خدنا الدعاء ده، وبإذن الله الحلقة القادمة في الغد إن شاء الله بعد صلاة الفجر، وهيبقى على الساعة 7 إن شاء الله، على الساعة 7-8 هنبدأ إن شاء الله البث بإذن الله سبحانه وتعالى. نلتقي غدا مع الحلقات اللي هي إيه؟ الأنوار، أنوار الوحي الإلهي. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.